برحب بالاستاذ احمد عبد الواحد رئيس شعبه الجمارك بالغرفه التجاريه. احمد بيه، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك فندم. يا اهلا بحضرتك. اولا حضرتك ممكن تعرفنا اكتر يعني ايه معامل البصمه الكربونيه؟ شوف حضرتك، يعني تطوير المعامل شيء رئيسي، وكان زمان بيتخمط الرئيس ان احنا نطور المعامل بتاعتنا لاحدث مستوى. الحقيقه الحكومه راصت 932 مليار لتطوير المعامل، ومع الوزير ومع وزير التجاره واللي هو عاصم النجار عملنا حاجه في اسكندريه وفي الدخيله بصدد ان شاء الله تشغيلها، البصمه الكربونيه. نحن ما بنديش فرصه للتلاعب للعينات، وفي نفس الوقت النهارده لما بتطور المعامل بتاعتك بتدي انطباع للتجاره الخارجيه او الدول الخارجيه ان احنا عندنا المعامل مماثله زيكم بالظبط. ما بتطلعش اي حاجه خالص. انت عارف حضرتك احنا ممكن نجيب كيل فرامل، ممكن نجيب كاوتش، بطاريات، ممكن نجيب سلع غذائيه. المعامل هي تعتبر كده المرايه للتجاره الخارجيه، ان مفيش حاجه فاسده تخش البلد مهما كان. فتطوير المعامل داخل او خارجه يا فندم؟ طبعا احنا بنتكلم النهارده عندنا صادرات زراعيه. تمام. وعندي وامودات وعندي حاجات، فانا بحلل وبقول يا جماعه انا المستوى بتاعتنا اهي طبقا للشروط الدوليه والشروط المطلوبه للتجاره الخارجيه. وتركيزنا كان يعني اهم اكتر على الواردات اللي هي بتخش نظام سماح مؤقت، لان انا بشوف الخامه وبختبرها عشان لما اصدر يبقى العميل عندي عارف ان انا عندي مكونات داخله البلد بصفه رسميه واصلا تكون مهيئه للتصدير. وبرضه حضرتك المعامل ليها ميزه ان هي بتسهل افراج الجمرك. طيب هنا فكره التسهيلات يا فندم، ايه الاكثر تسهيلات، او يعني ايه هي التسهيلات اللي بتتم او التعديل اللي بيتم في الفتره الاخيره عشان يسهل على الناس خصوصا في مجال صادرات الحاصلات الزراعيه، وانها ما تقعدش كتير عشان الناس ما تتضرش في صادراتها لا قدر الله وترجع مره ثانيه يعني. انت عارف حضرتك احنا برضو بنجيب خامات من بره بغرض التصدير، يعني بنجيب شجوع وبنجيب مطهرات وبنجيب حاجات. انا الاول المعامل بتاعتي بتختبر الحاجات دي علشان يعاد تصديرها، وانا بصدر برضو بيجي العميل بيقول لي انا عايز منك شهاده تقول ان مثلا ما فيش باقي مبيدات، ان ما فيش زياده، ان المطهرات اللي عندك غير ملائمه. فانا بقول له المعامل المركزيه بتاعتنا بتجيب شهاده دي على مسؤوليه الدوله، وما طلعش تصدير غير لما بقول له شهاده المعامل بتاعتنا. فالحقيقه دي ميزه كويسه، والغرض من المعامل في المواني ان الحاجه تيجي داخل المينا تخش المعمل ما تقعدش بقى زي الاول بال 10 15 يوم 20 يوم وتبين نتيجه وعيد فحص. المستهدف كام يوم يا فندم؟ مش عايز اقول كام ساعه، ولكن كام يوم من يتاكد يتم تاكد من سلامه الشحنه سواء الوارده او الصادره؟ ان شاء الله يعني من 72 ساعه 48 ساعه، يعني من يومين لثلاث ايام بالكثير يتم الافراج. ده المخطط المحطوط ان شاء الله. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ احمد عبد الواحد رئيس شعبه الجمارك بالغرفه التجاريه.